في كثير من الولايات الجزائرية، خاصة الولايات التي تعرف بأنها ولايات محافظة جدا، خاصة إذا مشينا في الجغرافيا وقلنا بأنها ولايات جنوبية، صعب أنك تقنع الرجل هناك، وصعب أنك تقنع المجتمع هناك بأن حتى إن كانت هذه تكنولوجيا، ولكن المجتمع يرى بأنه تمرد على كثير من الضوابط وتمرد على كثير من القيم، لأن المجتمع غير معتاد على مثل هذه التصرفات، بغض النظر عن المحتوى الذي ممكن أن يكون سبب في الكثير من الخلافات بين أفراد العائلة أو بين أفراد المجتمع. قانون العقوبات الجزائري هو التشريع كل التشريعات في كل العالم، لا يذكر صراحة ما يسمى أو ما هو متداول بخصوص جرائم الشرف. يتحدث القانون الجزائري عن جرائم القتل التي ترتكب من طرف أشخاص مهما كانت صفة الجاني ومهما كانت صفة الضحية، فقط هناك تشديد في حالات معينة وهناك تخفيف في حالات معينة.